مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. حلقة النهاردة من من يجدها أول حلقة مع حضراتكم النهاردة بعد عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين مرة تانية. علشان كده احنا النهاردة لازم نتكلم معاكم عن بركات التجسد، لأنه طول الوقت بنتكلم وبنقول أنه في بركات كتيرة جدا من ميلاد رب المجد يسوع، في بركات كتير جدا من التجسد. بالتجسد وبالميلاد تم التصالح ما بين الأرض وما بين السماء، ما بين الإنسان ونفسه، ما بين الإنسان كمان والله. كل ده هنعرفه النهاردة في فقرتنا الأولى مع ضيفنا اللي بينورنا جدا وجوده معانا النهاردة، القس بنيامين إبراهيم، كان كيست رئيس الملائكة الجليل رفائيل بالمعادي. اتكلمنا أكتر عن بركات التجسد والميلاد، وده هيكون معانا في الفقرة الأولى. ميرفت، إزيك؟ إزيك يا سيدي؟ كل سنة وإنتي طيبة. كل سنة وإنتم طيبين ودايما فرحانين ببركات التجسد ومتمتعين بيها. وزي ما سالي قالت، بركات التجسد هو اللي عرفنا، أو كانت بداية رحلة الخلاص، بركات التجسد اللي عرفنا حب الله لينا. مرضيش خالص يخلي الإنسان في الفساد اللي هو دب فيه الفساد بسبب الخطية. بركات التجسد الحقيقة لا تحصى ولا تعد، وهي اللي عرفتنا كتير كتير عن الآب. كل سنة وانتم طيبين. فقرتنا النهاردة أو حلقتنا النهاردة برضو مختلفة، هنتكلم طبعا بركات التجسد، والفقرة التانية هتكون فقرة مختلفة من المطبخ، لكن خرجنا بره استوديو منيا جده عند ميري سعد ضيفتنا اللي دايما بتشرفنا، كانت في مانيا جدا. النهارده احنا اللي هي اللي استضافتنا النهارده، وهتقدم لنا عصائر طازجه. حقيقه العصائر دايما بنقول ان هي مهمه جدا في فصل الصيف علشان تعوض الجسم السوائل اللي دايما بيفقدها بسبب الحراره، لكن النهارده هنلاقي ان في عصائر تانية مهمه جدا للجسم علشان تعوضه او تعزز جهاز المناعه. عن العصائر دي، وزي ما كلكم شايفين الجو برد والجو وولادنا معظمهم بيعيوا، خلينا نقدم لهم عصاير طازجة علشان يقدروا بيها ان يعززوا جهاز المناعة. فقرتنا زي ما قلت هتكون معانا ميري سعد. هنروح لفاصل سريع وترجع لكم سالي، هتتكلم معاكم عن بركات التجسد.
برحب بيكم مرة تانية. زي ما قلنا النهاردة في المقدمة إنه التجسد والميلاد ليه بركات كتير جدا، وإنه بميلاد رب المجد يسوع حصلت مصالحة كبيرة جدا ما بين السماء وما بين الأرض، ما بين الإنسان ونفسه، ما بين الإنسان كمان والله. للميلاد وللتجسد أهمية كبيرة جدا في حياتنا، بس علشان نعرف نحس بالبركات دي وعلشان نشعر كل واحد جوه قلوبنا بميلاد رب المجد يسوع، احنا لازم نبقى ماشيين في طريق معين. النهارده هنتكلم معاكم في الفقره دي عن بركات التجسد مع ضيفنا اللي منورنا جدا وجوده معانا النهارده، ولاول مره يكون موجود معانا في من يجدها، القس بنيامين ابراهيم، كان كيست رئيس الملائكه الجليل رفائيل بالمعادي. اهلا بيك يا ابونا، مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا بيك. ابونا دايما بيتقال انه بالتجسد اتغيرت كده، اتغير الفساد وتم القضاء تماما على الفساد اللي حصل نتيجة الخطية. أولا كده أنا هبدأ كلامي مع قدسك بأنه كان ليه التجسد وليه ميلاد رب المجد يسوع؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هو الحقيقة نفسي الأول أشوف حال البشرية قبل الميلاد وقبل التجسد عشان نقول ليه كان لابد أن يكون هناك تجسد ولابد كان يتم الفداء بالمسيح. أول حاجة أن بخطية أبونا آدم أصبح الجميع وارث الخطية، ودخل الفساد إلى البشرية كلها في الوقت ده. عشان كده يقول لنا كده في غلاطيا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، فبدأت الخطية تبقى عند كل الناس. شوفي أشعياء النبي يوصف لنا وصف عجيب جدا للبشرية بعد السقوط، وصف صعب جدا. يقول إيه؟ يقول قد صرنا كلنا كنجس. صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة. ثوب عدة ديت اللي هي قماشة دنسة ملوثة مليانة بالفساد يعني. يقول وقد زبنا كورقة. الورقة حينما تزبل تسقط. ويقول كمان وأثامنا كريح تحملنا. خطايانا بدأت تحملنا كالهباء الذي تزريه الرياح من على وجه الأرض. فأصبحنا كلنا في مهب الريح، ريح الخطية وريح الفساد وريح الخطية الفاسدة التي أفسدت البشرية كلها. وبدأ الإنسان يصرخ صرخة استغاثة. شوفوا في روميا يقول إيه؟ ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت الذي دخل إلينا بخطية أبونا آدم الخطية الجدية. والسؤال كان هنا من ينقذنا من هذا الموت؟ من ينقذنا من هذا الفساد؟ من ينقذنا من الحياة التعيسة اللي عشناها بسبب الخطية؟ كانت البشرية في حاجة ملحة جدا لإعلان إلهي جديد يقودها إلى إيه؟ يفتقدها، يخلصها، يخلصها من الفساد اللي هي فيه، يرعاها ويردنا مرة تانية إيه؟ لربنا، يعمل المصالحة بيننا وبين ربنا. علشان كده كان لابد أن يتجسد الله الكلمة، كان لابد أن يولد المسيح لكي نولد نحن فيه وهو يبقى إيه؟ يبقى فينا. تمام. فيبقى لينا حياة جديدة. فتكون بقى حياتنا أصبحت خليقة جديدة بميلاد المسيح. عشان كده كان لازم الفداء وكان لازم الميلاد. كان لازم لكي يخلصنا من هذه الحياة. أعلن لنا كده زكريا النبي، شوفي زكريا النبي بعد صمت لما جه يتكلم ما اتكلمش عن ابن الوعد ولا ابن الشيخوخة ولا ابن الفرح اللي جاله بعد طول انتظار، لكن بدأ يتكلم عن فداء المسيح. وده دلالة على قد إيه كان هذا الميلاد ضروري ومهم جدا وللبشرية كلها. يقول إيه؟ يقول كده زكريا النبي مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد ووضع فداء لشعبه. جميل. وده كان مهم قوي للميلاد، لميلاد المسيح وتجسده. طب هنا يعني بالخطية وبقعنا أو بوقع الإنسان أو طبيعة البشرية قبل الفداء وقبل الميلاد، كان ما فيش حوار، كان انقطع الحوار تماما ما بين الله وما بين الإنسان، أو مش تماما لكن إلى حد كبير نتيجة الخطية دي، فما بقاش في حوار. بعد الفداء أو بعد الميلاد والتجسد، هل رجع تاني الحوار ما بين الله والإنسان؟ هل فعلا تم تصالح ما بين الله والإنسان زي ما
حاجات كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده، واماكن كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده، انه حصل الصلح ما بين الله والانسان، ما بين السماء والارض، ما بين الانسان ونفسه نتيجه هذا الفداء وهذا التجسد. اكيد في عبرانيين يقول لنا كده، بولس الرسول صنع لنا بنفسه تطهيرا لخطايانا. فالبدايه ان المسيح بميلاده طهر وبموته وصليبه طهرنا من الخطيه. الخطية هي انفصال عن الله، والخطية هي تعدي على الله. فحينما طهرنا المسيح بدمه المبارك بعد ميلاده، بدأ يتم الصلح بيننا وبين السماء، وبدأت تبقى حياة جديدة خالص. جسد المسيح أصبحنا السماء لا يدخلها إلا الطاهرين. فبقى في بالنسبة لنا مكان في السماء اللي أعده لنا المسيح بميلاده وبخلاصه، وأصبحنا في الأرض شهودا للمسيح على الأرض هنا. يعني بس فكرة الطاهرين دي يا أبونا، هل دي معناها أنه الإنسان اللي ما بيعملش أي خطية؟ لأنه برضو فكرة أنه إحنا حتى بعد الميلاد، بعد التجسد، وبعد الفداء، طبيعتنا البشرية ضعيفة جدا، وعدو الخير لما بيبدأ يشتغل في حياتنا بنبدأ إحنا كمان نسقط في كتير جدا من الخطايا. فدلوقتي الوضع ايه؟ المسيح اعد لنا كل شيء، لان المسيح قال لذتي بني ادم، وربنا يحب ان احنا نكون معاه ولا ننفصل عنه ابدا. وشهوه قلب الله ان هو يسكن في قلوبنا، قال يا ابني اعطيني قلبك. فالمسيح حينما تجسد وحينما ولد من العذراء لكي ينقذنا ويطهرنا من الخطيه الجديه بتاعت ابونا ادم. طب والخطايا اللي انت بتسالي عليها بتاعت حياتنا كلها على الارض، ليس احد خاليا من خطا بالزبط. لو كانت حياته يوم واحد على الارض بالزبط. ربنا بمحبته الكبيره جدا اعطى لنا سر التوبه والاعتراف لكي نتم مصالحه يوميه معاه من خلال سر التوبه والاعتراف. تمام. فاحنا هو سر المصالحه بيننا وبين ربنا. فربنا يهمه جدا جدا ان احنا كلنا، يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فربنا ما سبناش كده، لكن ربنا بدأ يعد لنا كل شيء لكي يكون لنا مكانا في السماء. جميل. فبعد الفداء تم فعلا التصالح، ورجع مرة تانية الحوار ما بين الله وما بين الإنسان. تمام. طيب عايزين بقى نتكلم على أنه التجسد حصل، والفداء حصل، والميلاد تم، ودلوقتي مفروض ان احنا كلنا عايشين في بركات الفداء وبركات التجسد. ازاي احنا بقى يا ابونا في الايام اللي احنا فيها دي بشكل خاص جدا نعرف نعيش قوي بركات التجسد؟ لانه بنفضل نتكلم فيها وبنفضل نقول ان التجسد دي اهمية كبيرة جدا، بس مش كلنا بيعرف يعيش العيشة الحقيقية ويفرح الفرح الحقيقي بالتجسد والفداء والميلاد. نفسي نفهم حاجة مهمة قوي، إحنا الميلاد إدانا إيه؟ لو عرفنا البركات اللي إدهانا الميلاد بجد وقدرنا نعيشها كويس، إحنا هنقدر نتمتع بالميلاد كويس خالص. شوف يقول إيه؟ أعطى للذين في الأرض ما هو في السماء. إحنا بنصلي في صلاة الصلح في القداس الإغروري، نقول ملأت الكل بلاهوتك. فإحنا لما الله يكون فينا ويعطينا روح القدوس في داخلنا، فإحنا نتمتع بميلاد المسيح بالوجود معاه بإرشاد وعمل الروح القدس. فالروح القدس يرشد ويعلم ويعزي، وأيضا يبكت على كل خطايا، صحح المسار بتاعنا وإحنا ماشيين في غربة هذا العالم. الحاجة الثانية إن هو بيقول أزال لعنة الناموس. أزال لعنة الناموس يعني أبطل الخطية بالجسد، زي ما بنقول في القداس الإلهي. الحاجة الثالثة، أعطى لنا البنوة الإلهية، بقينا أولاده، شاركنا زي ما بيقول كده في عبرانيين 2، شاركناه في اللحم والدم. فإحنا إحنا أصبحنا نحيا في المسيح والمسيح يحيا فينا. عشان كده أدانا أن نصير أولاد الله، لم نعد عبيد بعد، بل إيه؟ بل أبناء. الحاجة الرابعة بعد كده، إدانا خلاص شامل من الخطية الجدية بتاعت أبونا آدم، وإنقاذ كامل من الدينونة الأبدية، خلاص لكل الشعوب، لكل الأمم، حتى الأمميين اللي كان ليس لهم رجاء وليس لهم إله قبل كده. فتح باب الملكوت، أنار المسيح مجيء الطريق أمام كل إيه؟ كل الأمم.
زال الخوف كمان اللي آدم بدأ يحسه بعد سقوطه، اللي احنا ورثنا هذا الخوف من أبونا آدم. فما عادش البشرية بتبص بخوف للملاك اللي واقف بسيف نار متقلب، فالناس كانت خايفة وتبص لهذا المنظر العجيب جدا، أنار لنا الحياة والخلود زي ما قالنا في تسالونيك الثانية. فتح لنا الطريق أمام الآب في السماء، عشان كده يقول لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة حياة أبدية. بس احنا يا ابونا برضو محتاجة برضو ارجع تاني لسؤال القدسك، احنا ازاي نعيش بركات القيامة، بركات عفوا بركات الميلاد، بركات التجسد، ازاي نعرف نحس قوي في حياتنا وقلوبنا بميلاد رب المجد يسوع قبل ما نبقى بس بنتكلم على انه احنا طبعا حاسين بده وطبعا شايفين البركات دي، لكن مش كلنا يا ابونا بيعرف ان احنا نعيش بقى بحياة جديدة وقلوب جديدة، وانه طفل المزود يتولد جوه قلوبنا احنا فيغير قلوبنا ويدينا حياة جديدة. لخصي ميلاد المسيح كله في كلمة الله معنا، عمانوئيل الله معنا. لو قدرنا نلخص الحكاية، ميلاد المسيح اساسا في عمانوئيل الله معنا، هنحس ببركات الميلاد كويس قوي، وحياتنا بالكامل تتغير إذا حسينا كلام. الكلام ده معناه إيه؟ الله معنا يعني الله في وسطنا، الله ساكن فينا، الله ساكن معنا. فلو قدرنا نحس بالله معنا، عمانوئيل الله معنا، هنحس بميلاد المسيح بجد، ويبقى ده تغيير كبير في كل حياتنا. ونحس ازاي بانه الله معنا؟ هل في مثلا حاجه معينه المفروض نعملها؟ هل مثلا في طريق المفروض نسلكه؟ هل مثلا في ممارسات يوميه المفروض كل واحد فينا انه يعملها علشان نعرف نحس بوجود الله معنا، فنحس بالتجسد ونحس بالفداء ونحس بالميلاد؟ هكمل لك الحته دي. ربنا بيحب قوي ان الانسان يبقى موجود معاه، فلازم نحس ان ربنا. مشكلتنا الاساسيه على فكره في ايماننا إن إحنا كتير جدا ننسى وعود الله. أيوة. وننسى إن الله موجود معنا وإن إحنا واقفين قدامه. لكن هقول لك كم مثال كده من الكتاب المقدس. ربنا قال لنا أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدهر. فربنا معنا كل الوقت. هل نثق في وعود الله عشان نشعر بوجوده معنا؟ إحنا حتى في وقفة الصلاة بتاعتنا ما نبقاش حاسين إن ربنا إحنا واقفين قدامه. في قصة صغيرة كده سمعتها زمان عن طفلة صغيرة كانت واقفة تصلي، وبعدين أخوها جه شد شعرها كده من ورا، فهي واقفة تصلي راحت رافعة عينيها كده للسماء قالت له بابا يسوع بعد إذنك دقيقة واحدة أشوف أخويا شد شعري ليه وأرجع لك تاني يا روحي. فهي البنت حاسة إنها واقفة فعلا قدام ربنا. هذا الإحساس طبعا اللي إحنا مفتقدينه، مش بنحسه إحنا مفتقدينه. بالزبط. لازم نحس بوجود الله بالظبط إحنا واقفين قدامه. شوفوا ربنا قالها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدهر، عمانوئيل الله معنا. إذا حسيت أنك أنت مع ربنا والله معاك، هتكون أنت تمتعت فعلا ببركة الميلاد. وده اللي يخليني بقى أسأل سؤال أخير كده القدسك، لأنه قدامنا دقيقتين. الثقة بوجود الله طول الوقت وإحساسنا طول الوقت أننا شايفين ربنا طول الوقت، ده هيخلينا مش خايفين من بكرة، مش خايفين أنه ما نعرفش ولادنا هيبقى مستقبلهم عامل إزاي، ما نبقاش خايفين أنه أسعار اللي حوالينا الأسعار مثلا تغلى، أنه الحياة بعد كده ممكن تتعبنا، أنه كل ما له علاقة بحياتنا على الأرض وارد قوي يبقى متعب وبنخاف منه. فلو إحنا حسينا بوجود الله معنا أعتقد كل ده هيتلاشى. مشكلة الإنسان زي ما قلت في الأول عدم الثقة في وعود الله. ده ربنا يقول لنا كده، أنا مش فاهم إحنا ليه الخوف مالينا بهذا الشكل وخايفين من كل حاجة. ربنا قال إن جست في النار فلا تحرقك وإن جست في الماء فلا تغرقك. ربنا وعوده صادقة وأمينة. وشفنا قد إيه التلات فتية مشوا في وسط أتون النار ولم تؤذيهم. شعب بني إسرائيل عدى من البحر وكان البحر عامل أسوار حواليهم، وحط ضباب، حط عمود كده ضباب بينهم وبين فرعون وكل جنوده لكي يحميهم. واحنا في غربة العالم زي ما نكون ماشيين في البرية بالظبط. طول ما احنا ماشيين في البرية ربنا عامل لنا عمود نور بالليل وعمود ضباب بالنهار. أيوة. يحرسنا. يقود شعب بني إسرائيل 40 سنة في البرية وكان شعبه متمرد غليظ الرقبة. فاحنا أولاده في عصر النعمة. صحيح. ربنا مش هيقودنا في موكب نصرته في هذه الأيام. بلاش نقلق،
ربنا قال ناقشتكم على كفي، يعني احنا ناقشتكم على كفي ديت كان زمان لما واحد يحب واحده يكتب اسمها بالنار على كفه كده. ايوه صح. فتفضل طول الوقت موجوده قدام عينيه. صحيح. وبيعمل كل حاجه من اجلها. صح. فربنا بيقول ناقشتكم على كفي. تمام، يعني انا نقدر نلخص الكلام كله دلوقتي يا ابونا بكلمه اخيره كده اللي هي الايمان. بالايمان هنعرف نعيش كل حاجه. الايمان الواثق. صحيح. الايمان الواثق، ان نثق في وعود الله ونثق في عمل الله وان ربنا لن يترك اولاده ابدا. اكيد. القس بنيامين ابراهيم كان كنيسه الملاك الجليل رفائيل بالمعادي، بشكرك شكر جزيل لوجودك معايا النهارده يا ابونا، وكل سنه وقتك طيب. وانت طيبه بصحه وسلام. مشاهدينا اخرج مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هتبقى معانا فقره زي ما قالت نرفز في المقدمه النهارده بمطبخ ميري سعد، هنشوف مع حضراتكم عصاير طازه من مطبخ مدام ميري، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. اهلا بيكم من جديد في مانيا جدها، حلقه يوم الاربع اللي دايما بتكون مميزه في فقراتها، ودايما بالاخص الفقره الثانيه انا شخصيا بحبها قوي لانها بتكون خاصه ليكي انت، خاصه لرشاقتك، خاصه لشياكتك، خاصه بمطبخك. الحقيقه الفقره الثانيه بالاخص من كل يوم حلقه ليوم الاربع بتكون مخصوص ليكي انت. النهارده اخترنا لك فقرتنا من داخل مملكتك، من داخل مطبخك اللي انت دايما بتكوني مبسوطه انك بتقدمي احلى الاكل لولادك وافيد الاكلات كمان لولادك. يمكن معروف عن فصل الصيف ان هو بيشتهر بالعصاير، ودايما بتحبي تقدمي عصاير لولادك علشان تزود من السوائل في جسمهم، لكن النهارده هنقدم لكم عصاير خاصه للشتاء. هي تنفع صيف وشتاء الحقيقه، لكن هي عصاير مخصوص علشان تزود المناعه عند ولادك، وبالاخص فصل الشتاء اللي دايما بيكون ولادنا يمكن بيعيوا فيه كتير قوي، بياخدوا نزلات برد، بياخدوا امراض بتكون خاصه بفصل الشتاء. النهارده هنعرفك ازاي تقدمي لهم بعض العصائر اللي هي ممكن تزود من او تحسن جهازهم المناعي. خلوني الاول ارحب بضيفتنا او احنا ضيوفها الحقيقه، ميري سعد. اهلا بك يا ميري. اهلا بك يا ميري، مبسوطين دايما ان احنا نكون معاكي. انت خلاص بقيتي علامه مسجله في برنامج مانيا جدا. النهارده زي ما قلت هتقدمي لنا مجموعه من العصائر، طبعا عصائر كلها مكوناتها طبيعيه، انا شايفه حاجات هايله، ونتكلم عن كل مكون. الاول هتقدمي لنا ايه؟ عصير ايه وايه؟ هنعمل عصاير، هنعمل نوعين من العصائر بترفع المناعه للاطفال والكبار برضه، ترفع المناعه، بتزود نسبه الذكاء جدا جدا على فكره. حلوه قوي بالاخص في الشتاء والمذاكره، بتقلل الزهايمر يعني دي لو انتظمنا يعني. حلو كمان للكبار مش للاطفال بس. هنتكلم نتكلم على المكونات. الموز ده، الموز ده من الحاجات اولا محببه للاطفال جدا جدا، وفي نفس الوقت ليه فوائد جميله. فوائده اول حاجه ان فيه البوتاسيوم، البوتاسيوم ده اعلى نسبه موجوده في الفاكهه، في اي نوع فاكهه هي في الموز. البوتاسيوم ده اصلا مخصوص علشان تشنجات العضلات. بوتاسيوم، وفي الكرامب اللي بيجي لنا في ايدينا. أيوة. في رجلينا ساعات نلاقي واحده واقفه في المطبخ بتقلب وتلاقي صوابعها. الناس بتروح بقى اكتر للبن، يقول لك ده نقص كالسيوم. لا، هو مش نقص كالسيوم، هو نقص بوتاسيوم، والبوتاسيوم موجود طبعا. هو في نشا، بس النشا من الحاجات اللي هي سهله على المعده بره. تمام. الميزه اللي فيه ان هو الالياف اللي فيه بتقعد شويه فتره في الجسم لانه بيظبط سكر الدم. أوكي. فبيبقى بيقعد مده طويله بيحسسك بالشبع، عشان كده تمام. يعني اللي عنده سكر ياكل موز ما يخافش. لا ياكل موز. كده بيظبط. انت بتقولي بيظبط السكر؟ لا بيظبط بس مع الشخص الطبيعي مش اللي عنده سكر. اوكي. يعني الشخص الطبيعي، يعني مثلا انا دلوقتي خارجه من جيم، صباع موز بيغنيني عن كل المكونات بعد الجيم بالاخص. بيقولوا صباع الموز المكونات كلها هو ده بيعوض اللي انا فقدته في التمرين. ده بالنسبه للموز. ده بالنسبه للموز. طبعا البلح احنا عارفين كويس قوي ده حديد مركز، ده نسبه الحديد فيه عاليه، فيه نحاس، فيه منجنيز،
في نسبة برضو بوتاسيوم بس مش نسبة عالية زي الموز. فطبعا أنا لو عملت دوت التحدي مع السكر يا ميري نسبة سكر عالية جدا ولسه هنحط له عصير الله الله بس السكريات دي الأطفال محتاجاها صحيح لأن الطفل غير إحنا كبار البلح ده مهم جدا بيقولوا حتى الكبار لو كل يوم خدت واحدة أو اتنين مفيدة هو أوي. الاستمرارية أحسن من أن أنا أخد كمية كبيرة صحيح. مرة واحدة يعني ما ينفعش أن أنا أخد مثلا كوبايتين ثلاثة بلح أو مثلا اكل يجي ربع كيلو او نص كيلو بلح لكن انا لو كل يوم خدت واحده او اتنين ونظمتهم النظام اهم حاجه اللوز كمان اللوز اللوز دايما بتحطوه لنا في كل اكلاتك اللوز, اللوز عندي احسن شويه من من البندق اللوز فيه املاح معدنيه رهيبه جدا في اوميجا 3 حلو للبشره ده لو خدت منه كل يوم خمسة كل يوم بس. كل يوم خمس حبات وعلى فكره بيستخدم في الدايت يعني ايوه بتاخدي حبه كده على قد ايدك بالظبط بتاخديها بتبقي انت عوضتي جسمك عن السيلينيوم اللي مفقود ومن النحاس واوميجا 3 طبعا ده حاجه بس خلينا نقول ان نستخدم الموز اللي مش مملح بيبقى اللوز اللوز اللي مش مملح ده بيبقى فيه كتير اكتر حاجه مضره كمان ملح صحيح. والسكر انا لو بعدت عن الملح المدخن والسكر ده بقى اللوز المدخن والملح ده بيبقى اغلى وطعمه احلى على فكره بس الحاجات دي اضافات هنبدا بقى دلوقتي اللبن طبعا هتدخليه في الاثنين انت هتعملي لنا الاول أوكي. عصير موز باللبن هنعمل موز باللبن والتمر ولا بلح والبلح هنعمل كده طب اديني سيبيلي انا الموز ده شغلانتي انا ايوه احنا ممكن نضرب برضو الاثنين مع بعض ده وده نضرب ايه نضرب يعني خلاط او يخلط نشغل فيه موز وخلاط الثاني نشغل ماشي ال كويس عليه هتحتاجي موز قد ايه يعني هحتاج موزتين اثنين تمام هنا هنقدمه بقى بطريقه شيك قوي انا كده مثلا هبدا احط نص مثلا لتر لبن واحط عليه الموز متقطع باي شكل عادي طبعا وانا هنزله في الخلاط بس عايزين عسل بحط عليه شويه عسل بس ما كترش لا ما كترش يعني هو بس كده بالطريقه دي كده كفايه وعشان هو ده اصلا الموز مسكر وبرده البلح مش هحط عليه ده البلح هنقلل كمان اكتر يعني هو مش لازم اوكي خدني بس عشان هوبا هو ده اللي انا بخاف منه الطرطشه دي معلش اوكي احنا كده حطينا في الخلاط موز ولبن وعسل العسل حسب الرغبه يعني في ناس بتحب تزود العسل وفي ناس ممكن تشربيه كده وحلو برضه بيبقى طعمه كويس بيبقى طعمه حلو وفي ناس تزود سكر بس لو مفيش عسل يعني بس العسل افيد هنضرب بقى عشان الصوت ممكن تخليه خفيف او كده هنقدم بقى طب ممكن تقولي لي فوائد برضو العسل اول حاجه السكريات انا معجبه كمان بدول دول انا عاملاهم دول انت عاملاهم صح وخرمه هنا الكاميرا يا ريت تجيبهم خرماهم وممكن تحط فيهم شاليمون كده صح هحط فيهم الشاليمون بس هنا بقى ايه هقدم بس الاول ده اوكي هوريكم بقى نقدم ازاي تمام ما قلتليش فوائد العسل؟ هقول لك فوائد العسل. العسل طبعا السكريات بتاعته اللي فيه غير سكريات السكر خالص لان السكر العسل ده حاجه طبيعيه. زي سكر الفاكهه؟ سكر الفاكهه لا مختلف خالص مختلف عن سكر الفاكهه. تمام. بس ثواني اوكي هعمل بس ايه؟ هنقي صباعين موز وهنعمل حاجه العسل فيه احماض امينيه، الاحماض الامينيه دي مفيده جدا لبكتيريا المعده. يعني بتنظف ايه استني بتنظف المعده من اي بكتيريا فيها هحط كده بس دي هتطلع قصيره طلعت الموزه ممكن نجيب واحده تاني اهي عايزه احط غبزي لا هحط بس هقطع بس الاول هنا ثواني عشان اعليها بس شويه تحطي جزء كده من تحت تمام طب ما دي طويله دي اطول من دي ما تخلي دي كوبايه طوال بس هي كوبايه طويله قوي كده للتانية تانية كده تمام جاي نحطها فوقها طب ايه لازمة الموزة يعني انا هقول لك دلوقتي هنعملها ايه شكلها بيبقى جميل شوية
في حاجة تاني بالنسبة للعسل الأبيض، بالنسبة للعسل ممنوع منعا باتا إن أنا أأكله للأطفال قبل سنة. قبل سنة كنت لسه هقول، لأن البكتيريا اللي فيه معدته ما بتستحملهاش. صحيح. أوكي، هنعمل بقى ايه ان دوت كده اكنه تنين طالع من البحر. بصوا يا جماعه ثانيه، لا لا انا اتفاجئت بده، ده قرنفل. كاميرا جايبه قرنفل هنا جزء كده اكن ده، بس القرنفل مش هيتحط في العصير. لا لا خلينا ناكد ده هو بس شكل جمالي كده. انا هعمل بيه عينين الدولفين. فتحتي هنا كأن ده البق، فتحت اكن البق وهنا هحط. حلو برضو الاطفال بتحب الحاجات دي والكبار صدقيني. انا كده هعمل العين دول. ما تخليني اطلع لك. ماشي اهو خلاص كده. اوكي هنعمل عين تاني هنا. عشان كده كنت عايزه الموزه تطلع من بره. عايزاها تبقى باينه. حلو. واعمل بقى حاجه عشان اكلهم اللوز طبعا. ان انا هحط هنا زي كده العين بتاعته. حلو قوي. يبقى هم خدوا كل الفيتامين اللي موجود في الموز، وخدوا الفيتامين اللي موجود والاملاح المعدنيه الموجوده في اللوز. في اللوز اوميجا 3 هم محتاجينها كتير. كلنا محتاجينها للبشره، السيدات كمان بالاخص يعني البشره يا جماعه. اللوز فظيع بالنسبه للبشره، اللوز وللشعر كمان. الشعر عين الجمل كمان حلو قوي، بس في يعني جمل للذكاء والمخ. للمخ لان هو لانه شكل فصل المخ. صحيح كده. انا هصب ايوه يبقى كده كانه طالع شكلها حلو قوي. ايوه والثانيه كده كانه تنين او دولفين طالع من البحر. وكده شربوا عصير واكلوا فاكهه واكلوا بطريقه شيك جدا. اوكي كده حلو قوي. ده أول مشروب. أوكي. للأطفال. خليه بقى هنا عشان أوكي. وهنبدأ نعمل الجوس الثاني اللي هو هنحطه طبعا عشان البلح أو التمر. بس قبل البلح أنا دايما أسمع إن موز باللبن يعني التوليفة دي تتخن. يعني طبعًا. الموز مع اللبن يعني كل موز لوحده اشربي لبن لوحده. لكن لما يعني الناس النحاف قوي علميا علميا اي حاجه مع بعضيها بتعمل مركبات كومبلكس مركبه يعني اثنين معقده. زي مثلا انا مثلا محتاجه نحاس ومحتاجه مغنيسيوم. أوكي. محتاجه سيلينيوم ومحتاجه برضه معاه حديد. دول الاثنين دول بيعملوا مع بعض يعني توليفه كده كويسه. دلوقتي انا لو حبيت اكل مثلا الموز انا مش عايزه ازود القيمه الغذائيه او الكالوري بتاعه بحاجه تانية. أوكي. فلازم اخده حاجه لوحدها خالص. يعني انا لو كلت موز، هو الموز معروف ان هو بيتخن، لو كلته لوحده لغايه ما معدتي هضمته في الساعتين، في خلال ساعتين او ثلاثه، بيبقى انا كده خلاص انا خدت كل، تشبعت بكل الاملاح المعدنيه اللي فيه والفيتامين اللي فيه كلها من غير ما اتحد بيه مع مثلا نشويات، نشويات تانية مركبة. يعني ممكن كوباية عصير زي دي اخدها كوجبة مثلا. دي تعتبر وجبة كاملة. وجبة. ولا اخدها كسناك مثلا. بصي انا بتكلم على الاطفال. لا سناك ايه؟ سناك ايه؟ سناك بصي هتاخدي دول بس سناك، التلاتة دول. يعني واتنين تاني ممكن. لا هم بس السناك بالذات في ما بين الوجبات. بصي باخد تلاتة موز مش يعني اكتر. يعني على ذكر اللوز انا في معلومة برضو كنت عرفتها، ان اللوز ممكن تاخديه سناك بين الوجبات، وبعدين هو بيشبع جدا، بس على شرط ما تشربيش بعديه ميه، لان هو بيطفو فوق عند سطح او عنق المعده وبيشبع، لكن لو شربتي ميه فهو بينزل. دي كانت معلومه انا كنت قريتها زمان. الحمض الهيدروكليك اللي في المعده بيقضي على كل شيء وبيهضم كل شيء. يا جماعه حاجه كويسه قوي. طيب هنا بقى هناخد البلح. طبعا البلح يبقى ايه بالمنظر ده، بالقشر بتاعه بالنوى اللي فيه. احنا هنجيبه وهننضفه وهنفتح نشيل النوى بتاعه من جوه بنفس الطريقه كده، وهنبدا نحطه ونعمل ايه في الخلاط التاني. هنحط نص لتر لبن بس، هنا مش هينفع بقى نحط عسل لان يعني ده السكريات اللي فيه. هو مسكر كفايه. كفايه مش ده اخواتنا المسلمين لما بيصوموا اليوم كله اول حاجه بيعتنوا بيها التمر مع اللبن، يعني بيديهم طاقه تغنيهم عن كل اللي فقدوه اليوم كله. فالبلح
واحنا الحمد لله عندنا انواع كتير ومشهورين بالبلح ومتوفر واسعاره كويسه يعني. مش لحد ما يعني السنه دي كل حاجه يعني غليت يعني اسعاره مش كويسه قوي يعني. احط على قد ما انا عايزه عايزاه تقيل هزود شويه، عايزاه خفيف هيبقى بنفس الطريقه كده. وكل ما زود البلح هيسكر هيتقل طبعا وهيبقى مسكر اكتر. تمام. القرنفل هنا نستخدمه في البلح ولا ملوش؟ لا خلاص ملوش استخدام، هو بس تزويق مش اكتر عشان ما حدش يحطه في المقادير ويضربه معاه. طبعا القرنفل مسكن حلو قوي طبعا بس قولي لي العصاير دي معروف ان الموز ممكن يغمق بعد شويه، ما هو ده على طول لازم يتشرب على طول. تمام. فانا هنا دلوقتي انا عامله البرطمانات ديت وعامله لها حلوه للاطفال كمان ما يوقعوش حاجه طبعا. ولو بلاستيك كمان على فكره تبقى اضمن للطفل يعني اكتر. هي الازاز احسن. ما احسن بس انا بخاف برضو كده معايا من حاجة تتكسر. ما تخلي رفيعين هناك عشان دول. لا التخين انا عاملاهم مقاس لهنا. طب اوكي عامله المقاس بتاعهم اهي. تمام. بس الاول احط معلش الجوس الاول احاول ان ادخلها ايه كده اهي. ظريفة ايوه عايزاه تقيل. هو ظريف يعني. دي كمان. اوكي. لا خدي حطي دي بقى بدا. تمام. شنطي. وهنا. كده انا ضمنت تغذية سليمة. ايوه. وضمنت ان هما كده استفادوا. طبعا هو المفروض ان هما بياخدوا المشروب ده كل يوم الصبح. كل يوم؟ كل يوم. يا ريت. ده اصلا بيصحوا مش ما هو ما بيعملوا اي حاجة ولا طايقين نفسهم. هتشربيهم عصير كده على الصبح. طب لو ما شربوش الصبح يشربوا امتى يعني؟ يشربوه بالليل برضه. اه حلوه دي بالليل. حلوه الحركه اللي انت عاملاها دي. ايوه هي بتبقى اشكال كده. حلوه دي. ده المنظر بتاعهم. وبعدين ألذ حاجه ان هم مقفولين مش متعرضين للهواء عشان ما يتاكسدوش ولا يسودوا. وطبعا مشروب مغذي جدا جدا ومفيد قوي. لا ومعجبه ان محكم البرطمان محكم اللي هو لو مع طفل. طب نحط دي كده معاهم. ايوه نحطهم دي كده يبقى شكلهم حلو كده. جميل قوي. وده كده ماري. بصي هو الجميل في الموضوع ان انا ممكن اوقف ابني او بنتي معايا يساعدوني بالاخص في عمل العصير، يقشروا الموز يقطعوا يعملوا الشاليمو بتاعي الحاجات دي. وبيحبوا هما كمان يفننوا بيحبوا أكثر. يساعدوا والحاجه اللي هما بيعملوها بايديهم بيحبوا يشربوها. بيحبوا يشربوا بس اكتر تفتكر؟ لا لا صدقني بيحبوا الحاجه الصغيره حاجه عجز. الصغيرين قوي هما صغيرين. تتكلمي على الكبار لا دول مامي كتر خيرك ده لا لكن الصغيرين لما بيعملوا حاجه وفي الاخر تقولي الله شوف بقى تعالى ندوق كده الحاجه الحلوه اللي عملناها متهيألي هتفرق. الصغيرين بيبقوا حابين الموضوع اكتر. وبعدين انت بقى الجميل في الموضوع انت ممكن تقعدي تفهميني دي فوائدها ايه؟ صحيح. دي مفيده لايه؟ دي عشان تكبرك، دي عشان تطول شعرك، دي علشان تخلي بشرتك حلوه. شوفي نقطه ضعف في كل طفل وتركزي أيوة بقى عليها. يعني عايزه تشوفي على البنات او على البنات هتقولي لها الله اللوز ده الولد بقى عايز نعمل عضلات. الماسل ده اهم حاجه. والموز حلو طبعا لانهم بيتعودوا على كده ان هم ياخدوه بعد اي جيم. صحيح. او بعد اي تمرين سباحه اي تمرين عندهم بعد كده تبصي تلاقيه. انت لو خدتي لهم بس موزيه معاهم خلاص مش مهم تاخدي سندوتشات ولا بعد التمرين بجد فعلا الموز من اكثر الفواكه الفايده اللي فيه فعلا احسن فايده في الفاكهه في الفواكه. صحيح. كلها في الوقت دوت لان بتعوض كل النقص اللي حصل لان يعني البوتاسيوم ده اصلا والبوتاسيوم والصوديوم بيخرج من على العرق من الجسم. فعشان كده لما بينقص كمان الميه والسوائل بتخلي هي العضلات تبدا زي ما نقول كده تنشف. فعشان كده بنعوضه بالبوتاسيوم الموجود في وزي ما قلت في المقدمه دي حاجات تزود المناعه عند الاطفال وتحمي التركيز حلو قوي. وخصوصا الزهايمر كمان. البلح ممتاز للزهايمر والبلح والذكاء.
يعني ده للعضلات لبناء الأجسام قوية، لكن البلح بالذات بتركيزه كله بيبقى حلو للمخ، لأن المخ بيحب السكريات جدا. ماري ميرسي، تعبناكي، وزي كل مرة بس بنبقى مبسوطين جدا وانت معنا في برنامجنا مانيا جده، وانت من صديقات البرنامج اللي تقريبا من اول ما ابتدينا، من قبل ما نبتدي كمان هوا، ودايما بتنورينا. ميرسي على حسن الاستضافة. ميرسي، تشرفوني دايما. يا بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، والنهاردة قدمنا لكم يعني نوعين من العصير اللي فعلا مهمين جدا للكبار وللصغيرين. للصغيرين بتزود ذكائهم، بتخليهم الذاكرة عندهم تبقى أفضل، بتزود مناعتهم، وإحنا طبعا في فصل الشتاء زي ما قلنا أمراض كثيرة ممكن تصيب ولادنا، فطبعا نزود جهاز المناعة أو نخلي جهاز المناعة أقوى بالمشروبات دي. مهمة قوي إن إحنا نقدم عصاير لولادنا. كتير بنهتم زي ما قلت في المقدمة بالعصير في الصيف، لكن كمان النهاردة عرفنا إن العصاير مهمة جدا كمان في فصل الشتاء. والحقيقة أنا نفسي زعلانة أن الفقرة خلصت، لأن الفقرة جميلة قوي، وإعادة الحلقة دي اللي ما تابعناش من الأول يقدر يشوفنا يوم الجمعة الساعة 3 الظهر، ونشوفكم في حلقة جديدة ومن جديد.